نشوف يا أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف بلادي يا زين البلدان يا جنات على حد تشوف يا أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف ناسها نخوة وضعفة ناسها نخوة وضعفة وكرمهم شايع معروف شحال يا بلادي واللافة واللي سار يجي صراحة الله روعة عالم النباتات عالم لا نهاية له. السلام عليكم أحباب الله، كديرين؟ لاباس عليكم؟ هانين، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير إن شاء الله مع هذا المنظر الرائع ومع هذه الغريسات الجميلين والرائعين. اليوم إن شاء الله عندنا واحد الغرسة جديدة، كيف ما كتعرفوا كل فيديو كيكون متنوع. بالنسبة للناس اللي كنلقى بزاف ديال الناس كيدخلوا عندي تيقول لك أمونيا بغينا الطياب ديال الكانون. من طبيعة الحال أنا ما نسيتش الطياب ديال الكانون وما عمرني غنسى الطياب ديال الكانون، أن الطياب الكانون صحي. علاش أنا مؤخرا ما بقيتش كندير طياب الكانون؟ أنا غنتحول لواحد الدويرة كما راكم عارفين، غتبعوا معايا جميع المراحل إن شاء الله. بغيت تنصايب تما إن شاء الله الفران ونصايب الكانون، عاد ممكن ديك الساعة غادي تستمتعوا مزيان في الطياب ديال الكانون من الاكولات من مخابز ان شاء الله باذن الله يا ربي. واليوم ان شاء الله كما عودناكم غرسه جديده ان شاء الله باذن الله. هذه الغرسه هذه واحد الغرسه رائعه، تشوفوها غادي تعجبكم بزاف بزاف كيف ما كتعجبني انا الصراحه. هذه الغرسه هذه نبات متسلق. كيفاش نبات متسلق؟ طبعا الحال تكونوا عارفين طبعا الحال، ولكن كما كنقول لكم دائما للنساء اللي في البيت. ودابا احنا جينا لديك الغريسه، ها هي غادي تعجبكم، وها هي الغريسه ديالنا الجميله والرائعه. ها انتم معنا، غنوري لكم ممكن تقربوا لنا، هي هذه الغريسه ديالنا. ودابا غنوري لكم الطريقه كيفاش غادي ندولها بتور نغرسوها. دابا ها هي الغريسه ديالنا، شفتوها كيفاش دايره؟ ها هي ها هي تمام ما شاء الله غدا الارض غتجيو لينا ان شاء الله بسم الله على بركه الله. الا بغينا نغرسوها بهذه الطريقه هذه، ها هي شفتوها هذه الطريقه هذه باش ما تطرقش منها، غنديروها بهذه الطريقه هذه. وحنا راه دائما تنقول لكم لاصيرات شويه بشويه ديال الشعر، وكتبان شويه الكاليتي ماشي هي هذيك، ولكن ماشي مشكل ولفتوا معنا. مهم دابا ها هي الغرسه ديالنا، ها البوطوس هو هذا، نتوما شفتوه اللون ديالو كيفاش داير. غنجيو حتى لهنا دابا، ها هي شفتوها راه دابا، ها نتوما نحيدها من هذه الليفه، شوف ها هما جديرات ديالها، شفتوها ها هما جديرات ديالها، عصير واحد المنظر فيها روعه. غنجيو حتى لهنا لهاد العين الاولى ولا الثانيه على حسب نتوما اللي بغيتو، غادي نحسبو مثلا الثالثه حنا غنقولو الاولى والثانيه والثالثه، وغنضربو هنا في هاد البلايصه هادي الغريسه ديالنا. هانتوما بحال هكا هكذا، هاد الطريقه هادي هي الطريقه باش غادي نغرسو. شوف على منظر فيها رائع. واخا كيف ما كتعرفوا دائما عندنا نهضر معاكم بالمصطلحات اللي غتفهموا خويتي، خلات هذيك خويتي. هانتوما هادي ها البو، هذا راه بو يعني فاز، هذا هو الفاز اللي غنديروا فيه هاد الفيزان. هادو راه تيكونوا اشكال والوان، كل مره كنوريكم فاز على شكل. هذا فاز بلاستيك، بلاستيك يعني صالح للفلاحه، حتى هذا راه فاز بلاستيك. ودائما كنوريكم الانواع ديال الفيزان، تقدروا ديروا في بلاستيك فلاحي، ها هو يا الاكياس الفلاحيه من طبيعه الحال. مهم ها هي الغريسه ديالنا، ها هي البوطوس، وهذا باش غادي نصايبو غريسه بحال هذه، ها هي
درنا هنا الغبار، الغبار والطراب عادي، راه كيما كنقول لكم كيقول لك فهمينا امنا مزيان، هذا غرس نسائي ديال العيالات في الدار. غنجيو لهنا غنديروا لها هكذا، نحفروا شي شويه، نديروا هكذا بحال هكذا، نديروا هاد الجديه هكذا بعدا. وهنايا كما بغيت نقول لكم هاد لا فيديو هذا ما هدرتش فيه، هنا يمكن لك ديري جوج ديال الجدور او ثلاثه في بو واحد، يعني في فاز واحد، كتجي الطريقه رائعه. كنتمنى هاد لا فيديو هادو يعجبكم وتدعموني، جزاكم الله خيرا باش هاد القناه تزيد القدام. كيف ما تتعرفوا كلها افاده، وما تنساوش الابوني ولايك وشي تعليق محفز، وجزاكم الله خيرا. ناس هالخوا وضرافة، ناس هالخوا.